السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في مطبخ الزيت الاخضر. معكم هند، كنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. الوصفه ديال اليوم هي عباره على بغرير بالخميره البلديه. غادي تشوفوا معايا الوصفه، سهله بزاف ومقادير مضبوطه، فقط تحترموا المقادير، وفقط خاصك تكون عندكم بالطبع الخميره البلديه. دونك هنا غادي نحتاجوا الكاس ديال الخميره البلديه، ثلاثه الكيسان ديال السميده الرقيقه، ثلاثه الكيسان ديال الماء، ملح، والخلاط الكهربائي فين غادي نخلطوا البغرير اللي غادي نصوبوا بالخميره البلديه. بغيتوا تخلطوا بايديكم ممكن. بالنسبه للكاس فهو ممكن تعبروا بجبانيه، الا خديتوا جبانيه ديال الخميره خذوا معها تاسه ديال جبانيات ديال السميده الرقيقه، فعندكم الاختيار. هذه هي الخميره ديالي، دونك انا البارح قبل ما نصوبها اليوم، قبل ما نخدم بها اليوم، البارح نقص منها العجين وضفت عليها دقيق والماء، وهي هذه خمرات. دونك تشوفوها معايا راها خامره. دونك غادي ناخذ عبار واحد منها غنعمر هذا الكاس. دونك من الاحسن ناخذ شي معلقه ماشي ديال الحديد باش ناخذ الخميره. دونك شوفوا معايا الخميره، ها خامره. دونك ناخذ قياس واحد. ماما دونك غادي نتاخدو قياس واحد ديال كاس واحد ديال الخميره البلديه، معها ثلاثه ديال الكيسان ديال السميده الرقيقه اولا لانتير، عندكم الاختيار. وغادي نضيفو عليها جوج كيسان ديال الماء، والكاس الثالث ديال الماء غادي نضيفوه تدريجيا، دونك ما نضيفوش كامل في مره واحده، على حسب انه النوعيه ديال الدقيق اولا حتى لانتير ما كتكونش دائما يعني بحال كي اللي تتشرب بزاف، كي اللي تتشرب غير شي شويه كتخصها الماء اكثر. دونك الكاس الثالث او الجبانيه تاتا ديال الماء ضيفوها تدريجيا، ما تضيفوهاش كلها في الاول. وبالنسبه للملح غادي تضيفوه حتى الاخير بعد ما تخلطوا في الخلاط الكهربائي جميع المقادير لمده ديال دقيقتين، وتخليوا الملح حتى الاخر تزيدوه وتتعودوا تخلطوا، وكنحيدوه من بعد من الخلاط الكهربائي وتنوضعوه في اناء باش نخليوه يخمر لنا البغرير. دونك بالنسبه كما قلت لكم القياس ديالو انا هنا عبرت بالكاس، فانتم عندكم الاختيار تعبروا باش ما بغيتوا بالكاس اولا بجبانيه اولا يعني باي حاجه عندكم، فقط احترموا هذاك القياس اللي غادي تاخذوه في الاول هو اللي بقاو تعبروا به، من الاحسن الكاس كان اسهل واحسن. بالنسبه للمذاق ديال الحموضه ديال الخميره فما كانتش باينه بزاف، وخصوصا ملي تدهنوا داك البغرير بالزبده والعسل فما تتبقاش باينه كاع نهائيا، والمذاق كيجي رائع ولذيذ. غادي نحطوه فشي بلاصه فين غادي يخمر. غنغطيه ونخليوه يخمر مازال. دونك غادي نغطيوها وغادي نخليوها تخمر لمده ساعتين على الاقل، شي بلاصه تكون سخونه. هذه الخميره اللي بقات عندي في القرعه، شفتوا هادي، دونك غادي ناخذ اناء نقي غادي نحطها فيه،
هذا هو القياس ديال الخميرة اللي بقات عندي. بالنسبة لهاد القرعة غادي نشللها بالماء طيب مزيان، نشللها غير بالماء طيب ما نديرش فيها الصابون، وغادي نردها باش نرد فيها الخميرة. دونك ضروري ما نشلوها باش نحيدو هاد الشي اللي كيكون لاصق في الجوانب ما يبقاش فيها. دونك غادي نشللها بالماء طيب. دونك هي هادي القرعة شللناها ولات نقية، دونك غادي نخليوها تسقطر، ما نمسحوها ما والو، غير تتسقطر بحال هكا. وهاد الخميرة البلدية غادي نضيف عليها الدقيق والماء. نور ماما، الدقيق من الاحسن يكون اورغانيك اللي منيل وبالنخالة ديالو. دونك دقيق القمح، سنضيفو شي شويه ديال الدقيق، وغادي نضيفو شي شويه ديال الماء فريش، ماء نقي بارد. دونك هنا تنجمعو ديك الخميره بالدقيق وتنضيفو شي شويه ديال الماء، كنضيفو في الماء ما تكونش خفيفه وما تكونش ثقيله بزاف. غادي نضيف شويه الماء مازال، غادي نرجع فيها الخميره فين كانت، نحاول ما نعمرش الجوانب ديال القرعه. دونك هاد القرعه في كل مره تنبغيو نستعملوا العجينه، دونك غادي نسدوها وغنخليوها، نبقاو دائما نغديوها كل نهار بمعلقه ديال الخميره، معلقه ديال الدقيق عفوا، وشي شويه ديال الماء. دونك هذا هو البغرير من بعد ما خمر. دونك انا خليته 3 سوايع ماشي غير ساعتين، ساعتين خليته على برا، وساعه سخنت الفران وطفيته ودخلته الفران، كمل فيه الساعه الثالثه. دونك كتشوفوا القوام ديالو كيولي بحال لاموس، وغادي نبداو نطيبو فيه. كتشوفوا فيه فقاعات، دونك راه خامر مزيان. من الاول حطوه في بلاصه سخونه، ومن بعد كملوا الخميره ديالو، كملوها ليه في الفران، هكا غادي يسرع الخميره ديالو. دونك تناخذوا المقلات ديال البغرير وتنبداو نطيبوا في البغرير ديالنا. الحاجه الوحده حاجه واحده اخرى اللي نبغي نقول لكم هي المقله تبرد في كل طيبه ديال البغريره، ضروري ما نبردوها بالماء، يعني نشلوها بالماء بارد وعاد تنحطوا فيها البغريره الاخرى باش تطيب. هذا هو البغرير ديال الخميره البلديه. كنتمنى انكم تجربوه، كنتمنى انكم تكونوا عندكم من قبل الخميره البلديه باش تصوبوه. الخميره البلديه غنخلي لكم الوصفه ديالها في يعني في صندوق الوصف، وغادي نتلاقاو في فيديوهات اخرى الاسبوع القادم ان شاء الله. خليتكم على خير، السلام عليكم.